وفاة الوالدة، يعني أنا طبعاً أعرف إن حضرتك كنت مرتبط بيها ارتباط كبير، وكانت هي حنينة جداً على حضرتك. أنا عارفة إن حضرتك قعدت فترة كده كبيرة قافل، والبكاء تم بعدها بمدة. يعني ده صحيح. أنا أسفة إني برجع عليك المواجع، بس يا عمر لا، مفيش مواجع. الكلام عن الأم والأب ما بيخلص، يعني أنا ما بخافش من الموت، ده قضاء الله يعني. إنما الأم بالذات أصلها هي كانت مريضة يا عيني، مرض بقى يعني بعيد عنك. لا حبيبتي. فكان نفسي انها تستريح يعني، فتوفت. عرفت في التليفون كان في المستشفى، قالوا لي بقيها في حياتك. رحت صليت ركعتين على امي، ورحت لها المستشفى، ما رضيتش اكشف وشها. والاول مره الاقي ابويا بيبكي. فين بعديها بشهر كنت راكب عربيتي في وسط البلد، رحت راكب العربية قعدت أعيط عياط. افتكرت أمي ولقيت نفسي إن أنا افتخرت أكبر حب في حياتي. مفيش حد هيحبني قد أمي.